هاي، كيف كنت؟ ما تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جايبه قراءه شهريه لشهر يونيو، رح احاول احكي فيها عن الاحوال العاطفيه لإلك وللشريك، وكذلك راح اتحدث عن الاحوال العامه. هذه القراءه ستكون لبرج الاسد، برج طالع شمسي قمري. كذلك في امكانيه ان تكون قراءه عكسيه، خاصه اذا تكلمنا عن الجانب العاطفي. بداية بهذه القراءة يا برج الأسد، عم شوفك كأنه عم تبعت مسج للشريك لإصلاح أمور كانت عالقة بينكم، أو عم شوف في أشياء جديدة عم تتجدد. عم شوفكم كأنه إذا كان عندكم مثلا كنتوا متخاصمين أنتوا والشريك، فعم شوف أنه حاليا بالوضع الحالي في صلحة. وكذلك عم شوف على انه اذا ما كانت قبلا خصامات، فعم شوف الاوضاع حاليا فيها اخذ ورد وعطاء، والاجواء حلوه وفيها نوع من السعاده. اوكي، عم شوفه للشريك. هذا الانسان بتذكر فيه كل شيء حلو، يعني ما عنده شيء او خبث او يكره فيك شيء. اوكي، دائما هذا الانسان عم يتذكر فيك كل شيء حلو، عم يتذكر دائما، يعني دائما حاطط انه انت ناجح، انسان عندك كتير اشياء حلوه، بحطك بمقام عالي، وعنده نيه انه يتمنى داخليا انه يكون زوجك. اوكي، هذا الانسان مؤخرا او بالايام السابقه ممكن كنتوا على خصام، وعم شوف الامور تصلحت او تعدلت، لانه عم شوف كون بتحبوا بعض، خاصة انت عم شوف في the lovers عم تطلع عندي، عم شوف في حب كتير كبير، بس عم شوفك مشتت او انسى لا تتكلم عن مشاعرك او لا تبوح بمشاعرك. عم شوفك شوي عم تبين صورة يعني مختلفة جدا عن ما يجول ببالك او ما تشعر به يا برج الاسد. دائما اشعر فيك كأنه انت عم تخفي مشاعرك، ودائما عم تبين الوجه او الشخصية الصعبة او الصلبة اكثر. اوكي، عم شوفكم على انه كنتوا بمشاعر قبلا، كنتوا عم تروحوا وترجعوا، او كان في اشياء او في مشاكل صلحتوها بالوقت الحالي. كأنه كان هذا الانسان شايل بقلبه تجاهكم، وكانت في مشاكل وتصلحت هذه الامور. انا عم اشوف في صلحي وفي رجعت الامور الى نصابها. ممكن عم اشوف كذلك حتى انه في علاقه جسديه او انجذاب جسدي كتير عالي. ممكن للبعض فيكم في يعني في نوع من التملك اكثر بالعلاقه، او ممكن تكون في غيره شديده جدا بالعلاقه. عم شوف كذلك على انه انت بالوقت الحالي منهمك اكثر بالعمل، او يعني العمل اخذ كل وقتك. عم شوف انه العمل عم يبعدك عن الشريك، عم ياخذك من الشريك. اوكي، عم شوف الانسان الاخر ما بده يخسرك، يعني يا دوب انه تصالحته، انه كان في صلح بيناتكم. عم شوف على انه الاوضاع حاليا بتحاولوا تصلحوها وترتبوها. كذلك عم نشوف على انه الوضع الحالي جيد جدا. هذا الانسان ينوي ان يكمل حياته معك، وعنده تفاؤل كتير كبير فيك وبشخصيتك، بالرغم من انه انا عم شوفك لساتك شايل بقلبك تجاه هذا الانسان، بالرغم من انه في صلحة وفي رجعة وفي تصليح لامور سابقة كانت عالقة، وتصليح لامور كانت عالقة بالسابق. فعم شوفك انت شايل بقلبك تجاه هذا الانسان، لساتك شايل او موجوع، ممكن في كلام قيل ليس بجراحك يا برج الأسد، أو في أشياء حصلت ما خلتك أنت ما تستطيع تنسى، يعني عم شوفك لساتك موجوع جدا. أوكي، بس عم شوف في انجذاب كتير عالي بيناتكم، عم شوف في رغبة، وعم شوف كذلك حتى في حب كتير قوي، بالرغم من أنه أنت شوي هيك يعني عازل حالك، كأنه عم شوفك ما عم تعبر عن مشاعرك، عم شوفك شوي محتفظ بكرامتك لإلك، بس
الذي يجول ببالك وبقلبك يختلف تماما عن ما تظهره يا برج الأسد. بس الأوضاع حلوة، لو أنت اشتغلت شوي إنه تعبر عن مشاعرك كان الأوضاع يعني تكون أحسن. أوكي، عم شوف إنه الوضع الحالي والعلاقة راح تتحسن مع الوقت، ومع يعني مع مرور الوقت راح تتحسن، راح يكون في أخذ وعطاء أنت والشريك. ممكن أنت يعني تصير تنفك شوي من هذه الأشياء التي عالقة بقلبك، ممكن يحصل لك نوع من الهدوء. أوكي، لأنه عم شوفك لساتك موجوع، ممكن تتحسن الأمور. أوكي، إذا لا ما حسيت إنه لساته ما في صلحة يا برج الأسد، ممكن هذا الشهر يكون في صلحة، لأنه عم شوف الطاقة تتكلم عن إصلاح أمور كانت سابقة كانت عالقة بينيتكم. أوكي، بالنسبة للطاقات عم شوف برج الجوزاء، عم شوف كذلك برج الجدي، العذراء، عم شوف القوس. عم شوف الأبراج النارية بامتياز والترابية، حتى المائي فيه بس يعني يغلب على هذه القراءة الأبراج النارية والترابية. عم شوف كذلك لأنه في يعني في شغف كتير، يعني في رغبة كتير قوية بينيتكم، ما عم تعرفوا تقاوموا أبدا هذه المشاعر التي تحملها تجاه الإنسان الآخر، حتى هو يعني يحمل مشاعر كتير كبيرة. عم شوفكم يعني يلزم إنه تنسوا الماضي، ما تعلقوا بالماضي وبشظايا الماضي، لأنه راح تترتب على هذه الأمور مشاكل بالمستقبل. أوكي، كل شيء ماضي انسوه، حاولوا إنه تصلحوا الجديد، حاليا تبدأوا حياة جديدة، تحاولوا إنه تنظروا للحياة بنظرة أخرى وتنسوا كل الماضي والأشياء العالقة. عم شوفوا على إنه هذا هو الإنسان السولميت تبعك، الإنسان اللي هو توأم شعلة أو توأم روح، الإنسان المطابق لإلك، الإنسان اللي هو يكملك بالحياة. أوكي، فحاولوا انه ما تعتلوا هم او ما تلزقوا بالاشياء السابقة اللي هي سببت لكم الم، حاولوا تتجاوزوها وتطلعوا على المستقبل. اوكي، بالنسبة للعزيب عم شوف على انه الوقت الحالي انه في جفاف كلي، ما في علاقات، ما في شيء. عم شوفكم عم تفكروا كتير بمستقبلكم، عم شوفكم بتفكروا بحياتكم، بكتير اشياء عم تفكروا فيها، بس عم تقاوموا هذا الجفاف العاطفي، او تقاوموا عم تقاوموا هذا الشيء. عم شوفكم يعني عندكم رغبة شديدة انه تدخلوا بعلاقة وانه تكونوا بعلاقة حب، بس ممكن الاوضاع الحالية ما عم تحكي على انه في شخص جديد بحياتكم. اوكي، لان الطاقة الفلكية عامة بهذا الشهر عم شوفها عبارة عن نهايات وليست بدايات، نهايات لكل الاشياء الماضية والسابقة. البدايات ستبدأ تقريبا، انا عم شوفها بشهر جويلية اللي هي شهر يوليوز، عم شوف انه في بدايات راح تبدأ، بس بيونيو راح تكون اكثر نهايات، راح تكون ما راح يكون اشياء جديده راح تتعرف عليها، حتى اذا كانت في اشياء جديده راح تكون بس اشياء لحظيه، مش اشياء دائمه جدا. اوكي، بالنسبه عم شوف للحياه العاطفيه لك يا برج الاسد، ممكن انت عم شوفك عم تشتغل على شيء ابداعي، على شيء يخص شيء يعني شيء مثلا بالتكنولوجيا. عم شوفك كذلك عم توازن بين كتير أمور بالحياة، عم شوف عندك مشاكل بالعائلة، عندك مشاكل بالمال كذلك، عم شوفك تسعى إلى تحقيق ربح مادي كبير، عم شوف على إنه عندك أهداف كتير عالية، ممكن عندك تطلعات إنه تبرم صفقة مع شركة مثلا،
أو ممكن تبدأ مشروع جديد، أو عندك شراكة مع شخص آخر. أوكي، عم شوف في شراكة مع إنسان آخر، عم شوف أوقات عم يعني بيشاحرجون، عندك أرق بالنوم، عندك كذلك تفكير بكل شيء يتعلق بالمستقبل وأحلامك وهل سأنجح أم لا، عندك تخوفات من المستقبل، بس عندك إرادة وعندك طموح كتير كبير يا برج الأسد. ممكن طاقتك أنت وأصحاب المجموعة الأولى برج الميزان، أو حاليا أنتوا عم تبحثوا عن التوازن بالحياة، عم شوف في بدء بداية جديدة بالحياة، كأنه شخص ابتعد عنكم وأنتوا بدكم تبدأوا بداية جديدة. أوكي، بتبحثوا عن التوازن، شخص خاصة هالإنسان اللي ابتعد عنكم شخص بتحبوه، كانت في علاقة حب جميلة بيناتكم، بس عم شوف الأمور باءت بالفشل او العلاقة ما كانت جيدة بيناتكم. اوكي، انا عم شوفك عم تبحث عن توازن، عم تبحث عن استقرار اكثر بالحياة. اما الشريك حاليا عم شوفه في علاقة، يعني اذا هي وردة يعني هي بتعني كتير أشياء هالورقة، لمجموعة من الناس الحبيب مش قادر يبعد عنكم، مش قادر يبتعد عن العلاقة، أو في حب قوي بينك وبينه، في نوع من التعلق بالعلاقة، بس للبعض عم شوف انه هالإنسان في خيانة، وخاصة عم شوف في خيانة جسدية مع أشخاص أخر، يعني مع ناس تانيين. أوكي، بس وارد هو كما يظهر لي أنه هو متعلق كتير بعلاقتكم، يعني أنتو وياه متعلقين ببعض بشدة، مش قادرين تنسوا بعض. أوكي، عم شوف في تعلق شديد وفي غيرة وفي حب وفي نوع من التملك بالعلاقة أكثر. أوكي، شابكين ببعض لدرجة لما بتبعدوا عن بعض، وخاصة هو لما بيبعد عنك بحس بألم، مش قادر يبعد. اوكي، انتو مع بعض تتألموا لما بتكونوا مع بعض، وحتى لما بتفترقوا يعني بتصير يعني بتتعبوا، التعب لما بتكونوا مع بعض ولما بتفترقوا مع بعض في تعب. اوكي، يعني علاقة كتير صعبة. اوكي، عم شوف كذلك انت خاصة صاحب القراءة، عم شوفه من بعد هالفراق اللي عم شوفه بالتاروت، انتو عم بتحاولوا تكون سعيدين، لانه عم يطلع انه انتم تحدثون توازن بالحياة، هيدا اللي بيطلع لي. كذلك انت يا صاحب القراءة، عم شوفك حاليا عم تبحث عن أشياء تسعدك بالحياة، لأنه العلاقة كانت جارحة جدا وكان فيها خصام وكان فيها زعل كتير قوي، وصرتوا عم تبحثوا عن حل لعلاقتكم أكثر. أوكي، لهيك أنا عم شوفك عم تلجأ لموضوع اللي عم تنسي كل هالأشياء السلبية اللي عشتها باللحظات الحلوة. كذلك حاليا عم شوفه بيحاول يعني ينسى الموضوع، حاليا عم شوف هالشخص بعزلة وعم يتمنى كتير أشياء بالحياة أنه تتحقق، يتمنى أنه تكون العلاقة جيدة معك، وبس يعني ممكن حاليا انتم مبتعدين، اذا ما كان في ابتعاد جسدي عم شوف في ابتعاد شوي هيك بالعلاقة، في نوع من لانه عم شوف العلاقة تأخذ منحى التعلق اكثر. الشيء السلبي اللي عم تشوفه انت فيه، ممكن هالانسان عم يهتم للعائلة اكثر ما يهتم فيك، هذا للناس المتزوجين، وارد يكون حتى الناس اللي بعلاقة. اوكي، عم شوفوا اهتماماته أكثر تنصب للعائلة، وممكن حدا بالعائلة توفى له، في أشياء بالعائلة حاليا عم يعيشها هالإنسان، وعم شوفوا
هات الأشياء الإيجابية، عم شوفه شخص باور، يعني فيه نوع من ال ممكن يكون برج أسد وفيه هيك طاقة نارية أكثر، لأنه عم يطلع هالإنسان ممكن يكون برج الجدي وممكن يكون برج الأسد، وحتى القوس عم يطلع هون بالقراءة. عم يطلع الإنسان هيك شخصية نارية، شخصية مقدامة، شخصية هيك جميلة، عنده نوع من ال عنده انرجي او عنده طاقة كتير هائلة، بيعمل كتير اشياء، وعنده هيك عنده كتير طموحات بالحياة. اما هو عم يشوف انه عم يشوف على انه انت عندك مشكل ب يعني عندك مشكل بعدم التوازن بالعلاقة، يعني انت ما بتعرف توازن العلاقة، انت شخص وهيدا بيبين لي هيك، انت والشريك لما بتدخلوا بالعلاقة بتدخلوا يعني لأعماق العلاقة، ممكن انتوا بتحبوا بعض لدرجة بتصيروا تتحكموا ببعض، بصير هو يسأل عنك كل لحظة، يسأل عنك بأي وقت، ممكن انت عم تراقبيه بشدة، وهالأشياء انا عم شوف ما في توازن بالعلاقة، في نوع من التعلق الشديد بالعلاقة، هيدا عم يظهر لي هون. اما الاشياء الايجابية عم نشوفك شخص روحاني، شخص متدين، شخص عنده عمق داخلي جميل، اوكي؟ بحب فيك هالشخصية، وبحب انه عميق جدا، عندك نوع ممكن شخصية انسانية، عم تحب الخير للناس وهيك جميلة، يعني هيدا ينطبق على الرجل والمرأة، اوكي؟ كمان عم شوف انا وخاصة نواياك انت، عم شوف النية، بالرغم انه في زعل بيناتكم، في خصامات، وفي نوع من انتم مش قادرين تبعدوا عن بعض، في نوع من بدك انت، خاصة انت بدك ترجعوا لبعض، تكونوا مع بعض، تكملوا الطريق، تضلوا مع بعض. اما هو حاليا عم شوف في حب وفي كل شيء، بس هو حاليا مبتعد، حاليا ما عم ينوي شيء، عم يفكر واخد وقت لحاله، ما عم يقدر، ما يعني ما رح يعمل خطوة للأمام، اوكي؟ عم يفكر بنسبة كبيرة، بفكر يعني هالإنسان بحبك، بس ما عم شوف في خطوة للأمام. إذا أنت ناوية إنه تكون خطوة زواج، خطوة يتقدم لك، يعمل شيء لإلك، ما عم شوف أبدا بهالوقت، لا. بس أنا عم شوف إنه هالإنسان نيته جميلة، بحبك، بس هو مبتعد بهذا الوقت، حتى لو كان لساتكم بالعلاقة، هالإنسان بهالمرحلة واخد بوز، واخد وقت لنفسه، بده يشوف أولوياته، أو بده ياخد وقت يقرر، أو ياخد قرار حاسم، أوكي؟ يعني العلاقة هل فيها زواج أو لا، حاليا ما عم نشوف، لسات رح تضلوا بهالمود تبع التعلق وتضلوا مع بعض وتكونوا هيك، يعني إذا بعدتوا عن بعض ما بتقدروا، وإذا ضليتوا مع بعض ما بتقدروا. بقول لك clear your space، يعني نظف محيطك، أو نظف الهالة تبعك، يعني بقول لك هالإنرجي تبعك أو طاقتك أنت اللي تحيطك، يعني الطاقة اللي بتحسها وبتشعر فيها انت، لازم ما تنقيه، لانه في نوع من المراقبة والشك والغيرة والتملك، هيدا كل شيء بيضر، يعني هالطريقة بتضر
بتدري العلاقة أكثر ما بتنجحها. أوكي، أنا عم لاحظ في نوع من الخلط بين الحب وبين التعلق والشك. يعني عم شوف كتير ناس إذا بحبوا بصيروا يتملكوك، لا من الرجل لا من المرأة، وهيدي الطاقة مش صحية ولا طاقة حب، هيدي طاقة سلبية. أوكي، يعني فيك تحب الشخص بس ما فيك تتعلق فيه. أوكي، مثلا أنا بحب أمي، بس يعني ليس من المفروض أن تصير لإلي، تصير ملكي، يعني أملكها، أو مثلا إذا بدها تتزوج أملكها ما خليها. هذا نوع من الطاقة السلبية. أوكي، لازم تشيله فكرة إنه تملك الشخص، هيدي طاقة سلبية، لأنه ما عندنا الحق نملك أي حدا أو أي حيوان أو أي شخص. أوكي، لازم تعطيه حرية، لازم تعطيه طاقة أو سبيس لإله. أوكي، كمان هون بيقول لك، عم شوف كمان هون في نوع من ال تعلق. وكمان هون بيقول لك لازم تشافي حالك او تشافي هالطاقة السلبية اللي انت عايش فيها. ها كل الورق بيحكي على انه انت والشريك، لا احكي عنك فقط، انت والشريك مساهمين بفشل هالعلاقة، لانه في نوع من التعلق ومن التملك ومن الغير الشديدة. اوكي، اوكي، عم شوفك كذلك في سفرة، ممكن يكون في سفرة بشهر جون لبرج الاسد. عم شوف انه في لمة عائلية، ممكن اذا انت مبتعد عن العائلة او ممكن بمكان بعيد عن العائلة، ممكن تزور العائلة، ممكن يفتحوا الحدود او يفتحوا هذا الحظر الحالي وتروح لعائلتك تلتقي فيها. عم شوف في لمة، في فرحة، في سعادة. عم شوف كذلك على انه بهذا الشهر ممكن يكون في نوع من مثلا تشتغل او تصلح شيء بالبيت. اوكي، عم شوف في اشغال بالمنزل، ممكن تصلح اشياء بالبيت، تكون يعني تنتزع. عم شوف كذلك حتى في بداية رزق، يعني ما رح يكون رزق جيد او مردود مادي كبير، بس ممكن رح تكون كأنه فتحي لهذا الباب الرزق اللي انت عم تشتغل عليه. اوكي، حاول انه يا برج الاسد انه ما يكون عندك تشويش فكري او ما تطلع على الاشياء السلبية، ما تكون انسان سلبي، حاول انه تكون اوبتيمستيك او ايجابي اكثر، تكون متفائل اكثر. حاول انه يعني تعطيه شوي اهتمام للنوم، لانه عم شوفك ما عم تنام بالوقت الحالي جيدا. عم شوفك كذلك عندك مشاكل تتعلق بالظهر يا برج الاسد، حاول انه تنتبه على صحتك. عم شوف ممكن يكون عندك مشاكل بما يتعلق بالسفر، حاول انه تاخذ حذرك، ما تسوق بسرعة إذا مثلا أنت كنت سايق بالسيارة. أو عم شوف يعني تقريبا هيدي الطاقة اللي عم تطلع عندي برج الأسد. هذا كل شي كان لإلك، بتمنى لك كل الخير والمسرات.